ولكن مدام رقية ما فهمتش شنو غادي نستافدو احنا من هادشي كله اللي كتقولي فيه. شكون غادي يديها في الاشهار ديال المولدو؟ حنا كنا كنتعاملوا مع واحد الجزار قبل منك وقريب غيخرج الاشهار ديالو، يعني الا عطيتينا الجواب ديالك دابا غدا الاشهار ديالك غادي يكون موجود. ولكن ما تنساش باللي كاين مولدو واحد اخر في المدينه. ايوا سر براسك الا بغيتي دابا. ولكن كيفاش بغيتي نقرر دابا؟ يا الله مشوف حالنا رقية غير كنضيعوا الوقت. ملي كان صغير هو متردد بزاف، ماما اللي اختارت ليه العروسة حيت مسكين ما عارفش شنو باغي، ومازال حتى لدابا ما قرر. 5 سنين هو خاطب وكيتسنى. مشيت تكمل الخدمة العسكرية. ومالك مشيتي تدوزها في اليمن ولا شنو؟ ياك ساليتيها في عام الله يهديك. ولكن انت مالك يا لالا؟ راه غدا غادي نتزوجوا انا وياها، راني غير كنت كنفكر في الخدمة. راكي عارفة العرس خصو بزاف ديال المصاريف، وفي الصراحة ما عرفتش واش غادي نقدر نجمع الفلوس أو لا. واخا يلا هاد الدراري نمشيو، عندنا الخدمة خاصنا نساليوها، راه ضيعت الوقت بزاف. بلاتي أختي رقية بلاتي، خليني بعدا نجمع الأفكار ديالي. أجي من دابا لواحد العام تكون جمعتيهم، ولا واقيلا نمشيو نسولو ماماك ياك بعدا ما غلطش. صافي أنا راني قررت دابا، أنا بغيت، ولكن كي غديري؟ المهم أهم حاجة باش ينجح الإشهار هو يمثل فيه شي واحد معروف. بحال جوليا روبرتس زعما. الله يا ودي معلوم، وغادي نجيبو معنا حتى براد بيت. ولكن قولي لي مين غادي نجيبو الفلوس باش تخلصوهم؟ هذا السؤال وجيه، برافو عليك. مدام رقية شنو كتقولي؟ راه عندنا واحد الفكره، خليو هاد الخدمه عليا انا. شفتي اخويا احمد غير كون هاني. انت غير قرر وخلي الباقي على رقية. صافي واخا، ايوا دابا مزيان اتفقنا. يلا هاد الدراري، راني عيطت النجمه ديالنا وما خصناش نخليوها تسنى، راها معروفه بزاف وتقدر تعصب علينا كاملين. كاين هادشي ولا لا اختي حفيظه؟ الله يعاونكم.